بعد إعلان عودتها للأضواء سر اعتزال شمس البارودي، تصدرت النجمة المعتزلة شمس البارودي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد إعلان ابنها عن عودتها للفن مرة تانية، وقال إن شمس البارودي هتقدم فيلم وثائقي بتحكي مسيرة حياة والده حسن يوسف ووالدته شمس البارودي. أما عن سبب اعتزالها واختفائها عن الأضواء، قالت إنها كانت بتجهز لفيلم من إنتاج جوزها، ولكن اتجهت للسعودية لأداء العمرة وبعد كده قررت الاعتزال.